هنصح مع بعض دلوقتي ونصحح ونضبط احكام قل اعوذ برب الفلق. مع الطفل العبقري هدفنا جيل واعي وشعارنا خير البناء بناء الابناء. نبص مع بعض كده مع بسم الله الرحمن الرحيم. الرحماني النون مكسورة ما ضمهاش وانا بقرا وما اسرحش فيها يا احمد يا طارق. مع بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. اعوذ ان مش مش زي انت في مان يا مان. اعوذ بالذال اطلع فيها لساني بربي الفلق القاف قلقلة عشان هي في نهاية الايه الآية. اقلقل ازاي؟ ركز معايا. قل اعوذ برب الفلق. ايوه بنقلق الحنك اثناء نطق الحرف الساكن الخمسه بتوع القلقله القاف والطاء والباء والجيم والدال. معايا بقى اللي بعديها من شذي. اسمع من شذي. الشين شا في القران الكريم كله مش شا شي ما شي ماشي واحد شاي. وصلت؟ من شذي ما خلق. خلق ركز فيها. اللام مرققة وواقع بين حرفين الخاء مفخمة والطاء مفخمة. خلص اللام المرققة من الحرف الأولاني المفخم ومن الحرف الثاني الأخير المفخم. بص كده على حنك عندي. ها خا لا قا خا لا قا. شفت الحركة ديت؟ أنا عاوز أعملها بس بسرعة بقى. خا لا قا. ها ها خا لا قا. جميل. هسكن القاف وقلقلها. ركز معايا كده. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر قلناها غاسق الغين في القرآن الكريم كله مفخمة تمام. لكن أعلى درجات التفخيم لما يجي لك الحرف مفتوح وراه حرف مد يعني غا. اديها حاجه في التفخيم كده. اسمع غا. اسمع ها غاسق. اسمع غاسق. اذا وقب. لسانك يطلع في الذال بتاعت اذا. اذا وقب. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن ده انا هرجعها تاني. ومن شر غاسق اذا وقب. ونبدا مع بعض وننهي مع بعض. ومن شر غاسق اذا وقب. ومن شر النفاثات. النفاثات يا شباب النون تغنى مقدار حركتين والنفا فا فا فا. الفا ها الفا الفا دايما مرققه في القران الكريم كله. ما بقولش فا يعني زي ما بقول احسنت يا فنان. يا ايه؟ يا فنان. ماشي. وبنت اسمها افنان. احسنت يا فنان ما ينفعش اقول له احسنت يا فنان. ينفع اقول له يا فا؟ يبقى الفا دايما في القران الكريم كله ايه؟ فا. يبقى النفاثاتي. ماشي. الفاء اطلع فيها لساني اوضح وادي حق المد بالالف القصير ده والمد بالالف التاني القصير ده. ده حقه ده حقه. نجيب الايه كلها على بعضها كده. ومن شر النفاثات في العقد. العقد هدلدل هقلقل الدال ماشي عشان انا وقفت عليها. وبعديها الايه. ومن شر حاسد اذا حسد. اتفقنا ان الحاء حاء في القران الكريم كله. ما ينفعش اقول ها. ما ينفعش اقول ايه؟ وقلنا الحمار نوقف وقلت له ها يمشي لازم تقول له حاء. الله ينور عليك. الله ينور عليك. ومن شر
اتفقنا عليها في الإخفاء، والشين مرققة وشري الراء مرققة. إذا أطلع لساني في الذال حسد هاف عليها بالقلقلة. اسمع من الآية: ومن شر حاسد إذا حسد. تاني عبد الله: ومن شر حاسد إذا حسد. هنجيب الآية بدون هنجيب سورة الفلق بدون تعليق عليها. مصحف معلم اسمع كويس، رد ورايا كويس، نبدأ مع بعض ننهي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب مع بعض يا شباب ونركز. الله يبارك لك، مركز معايا. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. مع التسل عبقري هدفنا جيل واعي وشعرنا خير البناء، بناء الأبناء.